تخاف لا تيجي على حد، تظلم حد، يقعد لها في عينيها وعافيتها. وبعدين اقعد جنبيها كده، خد ودي معاها في الكلام، اكيد هتسمعك وتلين. يابا تسمع ايه؟ ده انا بقول لها كلمه بترد عليها بعشرة. اهمد بأختك، اصبر شويه، طول بالك. ماشي، بس انا عايز اطلب منك برضو طلب كده برضك يابا، ها لما تجيلك الزياره الجايه قول لها برضو كلمتين ولين دماغها كده، ها يعني لين دماغها، قول لها تقعدي في البيت ونجيب لك عريس وتتجوزي. وبعدين بصراحه يابا انا مش عاجبني موضوع ان هي قاعده يعني ماسكه الحسابات وسط الرجاله في الوكاله، الموضوع ده بصراحه. وفيها ايه لما تسع؟ فيها ايه يعني؟ ها؟ مش فلوسها زيك برضو؟ فلوسها ولا مش فلوسها؟ فلوسها 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 فلوسها. على العموم انا هكلمها ما تقلقش. وبعدين بالراحه على نفسك شويه وتبقى ما تقطعش عني كده، تجيني من نفسك مش هشحتك انا يابا. اسعدك يعني؟ لا يابا يابا لا، ما انت عارف يابا ان انا عندي شغل كتير. الله، عارف انت ولا مش عارف؟ عارف. يلا بالسلامة. عسلامة. ما تنساش لما تجيلك هات لي دماغ. ربنا يهدي لك نفسك يا ابني. السلام عليكم يا انس. وده عليكم السلام يا شيخ نور. هو معلم شامي مش هنا ولا ايه؟ لا، راح مشواره زمان وجاي. خير؟ لا خير ان شاء الله، بس يعني وانا كنت محتاجه اتكلم معاه بس في حاجات كده تخص المسجد يعني. طب اتفضل اكلمه. شكرا. كنسل عليا، يبقى جاي في الطريق. يجي بالسلامه ان شاء الله. واضح ان المعلم شامي بيعتمد عليكي في كل حاجه، بس انتي بسم الله ما شاء الله قدها وقدود. الله يخليك. بحاول اساعد على قد ما اقدر، والحسابات اصلها شغلتي، ما انت عارف بكالوريوس تجاره. اه طبعا عارف. الله يا بخته بيك يعني، وانت على طول جنبه كده وفي كتفه. شكرا يا شيخ نور. هو صحيح اخبار لوالد ايه؟ الحمد لله بخير. طب الحمد لله، ربنا يا رب يفك سجنه كده، والله بدعي له في كل صلاه يا رب. طب بقول لك ايه، انا كنت هعمل نفسي شيء، اعمل لك معايا لحد ما هشام يجي. مفيش مانع، يبقى جزاك الله كل خير. تمام. سنعود. في بالم هيلز بنحلم بعودة الحب والجمال والضحكة الصافية اللي من القلب. بنحلم بعودة الرحمة لقلوبنا والتسامح، وبعودة الثقافة والفن والفكر المستنير اللي ألهموا العالم بتاريخنا. وبنحلم بعودة كلمة إحنا مش أنا اللي هتصنع مستقبل يتحاكى العالم بيه. عودة الروح المصرية هي مبادرة إيجابية ملهمة من بالم هيلز للتعمير، هتبدأ في قرى مصر وهتوصل لكل مصري مؤمن ببكرة بيحلم إن كلنا نفتكر المعنى الأصيل لكلمة مصر. بالم هيلز للتعمير، عودة الروح المصرية. خيرك في الدنيا يدوم لما خيرك يفك ضيقة أم ضحت علشان ولادها وبسبب الديون بعيدة عنهم. زكاتك في مصر الخير، خير بيفك كرب آلاف الأمهات الغارمات وبيوفر لهم مشاريع تولد دخل دايم. لما خيرك يغير حياة الناس يبقى خيرك بالدنيا. اتبرع لمؤسسة مصر الخير على حساب 100 أو اتصل ب16140 يوصلك مندوبنا. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية.
مؤسسة مصر الخير رأت ربنا سبحانه وتعالى وهو يجعلنا نعطي الزكاة وهي فرض بل وركن من أركان الدين وجعل سهما للغارمين. كان مهم جدا بعد خروج الغارمين من السجون أو نلحقهم قبل ما يدخلوا السجن إن إحنا ننقذ الأسر ديت بإن نوفر لهم عمل. عملنا مشروعات كثيرة فردية وبعدين ابتدينا نعمل في مشروعات جماعية. بداية هذا العمل ابتديناه في أبيس، كان مهم جدا إن إحنا برضو ندور على حاجة بتاخد عدد كبير من العمل. رجعونا إن إحنا نطلع ونشتغل والحمد لله، يعني حسنا دخلنا. بنعمل سجاد يدوي، نعمل تحف فنيه يدوي مش سجاد يدوي كمان. طبعا في اختلاف جامد ما بين قبل افتتاح المصنع وبعد افتتاح المصنع. دلوقتي بقى لنا مكان، بقى لنا معنى وشخصيه، لاننا بقينا ندخل فلوس ونجيب اللي نفسنا فيه ونعمل اللي احنا عاوزينه بصنعتنا ومجهودنا والفضل لله طبعا ومصر الخير. اطلاق غارم او غارمه من السجن ده احياء لحياه أو الإنسان ميت وخرج برا الحياة الدنيا. كل واحد وليه قعدة، في قعدة كبيرة، في قعدة صغيرة، ودي قعدة رجالي، ودي حريمي، وفي القعدة اللارج، وفي الإكس لارج، ودي قعدة عرب، ودول كمان عرب، ودي قعدة عادية ما فيهاش حاجة، ودي قعدة ودي قعدة ناشفة كده بقت طرية، ودي قعدة والله وحشتنا. قعدات كتير، كل قعدة من دول كوتونيل عمل حسابها، كوتونيل الراعي الرسمي للقعدة المصري والوقفة كمان. كوتونيل، القطن بيتكلم مصري. في بالم هيلز بنحلم بعودة الحب والجمال والضحكة الصافية اللي من القلب، بنحلم بعودة الرحمة لقلوبنا والتسامح، وبعودة الثقافة والفن والفكر المستنير اللي ألهموا العالم بتاريخنا، وبنحلم بعودة كلمة إحنا مش أنا اللي هتصنع مستقبل يتحاكى العالم بيه. عودة الروح المصرية هي مبادرة إيجابية ملهمة من بالم هيلز للتعمير، هتبدأ في قرى مصر وهتوصل لكل مصري مؤمن ببكرة بيحلم إن كلنا نفتكر المعنى الأصيل لكلمة مصر. بالم هيلز للتعمير، عودة الروح المصرية. هنا مفيش حد بياخد حقه بالقانون. هو احنا لسه هنتكلم؟ الراجل مات. اللعبه بتاعتنا لها اصول ولها قواعد. احنا عالم جلابه مش زيكم. اوسخ حاجه ان حد يبقى ماسكك من رقبتك وانت عارف ان لو حب يعصرها هيعصرها. مصدر المعلومات الوحيد في مصر هو انا. هو ده اخرك يا باشا؟